شتينا شتينا والمربعانية أصلا ما جت. جكوا المربعانية قوة. أنت بس تجهز للمربعانية، تجهز عشان أم تجي تهبتك لأنك جاهز. والله اليوم المحزم المليان معشينا في الرياض وبيض الله وجهه، مستاجرنا هاك الشاليه اللي يحب قلبك. تستاهل أنت راعي الأول. لا مرحبا. أنا متفق وياك، إذا جيت في جدة هناك يعشيني، وإذا جينا الرياض هنا عشي. أيوة بس أنت يوم جيتك الرياض كنار معشيني سمك، تذكر المحل اللي جيتها كنار. طيب سمك زين، في سمكة واحدة بقيلة قيمة 4 طليان. أنا بعشيك لا عشان إن شاء الله طيب إن شاء الله. شنو حمام؟ لا لا بعشيك طلع منك عشة تيس. عشة تيس؟ إيه. أنا تلفت أدور المظالم. لا يكون ضربة طايحة هنا ولا هنا. والله ما أدري. القناص حبيب الكل العم جبران، هلا وسهلا. نورت الرياض الله. الله ينور أيامك يا حبيبنا. أهلا بالقناص والله. يا مرحبا مليون. شلونك طيب؟ أهلين يا عم. كيف حالك؟ أنت ابن أخي فايز المالكي ولا فايز ابن أخيك؟ كلها ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا حيهم يا هلا ومرحبا حياكم الله. أنت ما تبى التصوير بس جاك التصوير خلاص ما عاد فيها كلام. مرة داقين عليك داقين أخوياك أخوياك داقين عليك داقين بكرة بكرة وهن داقين عليك. أي خلا مديكم عليك ترى أحيانا حنا لصرنا جاسين يدقون علينا. يا عم جبران القناص مرحبا والله. في رحله في شيء؟ ها والله انا نبي رحله للشمال. ها انا وياك وابو ريتاج والربع على الدشن على الدشن والله انهم دقيقه دقيقه ويش على الدشن يا رجل. تقول ما في كل مكان. ايه عم جبران تقول ما في ما في فالكره الارضيه هذه الكره الارضيه على الدشن حقته خجما كانها وجهك وجهي طال عمرك يسنعك في الرحلات وفي العلوم السفره زين ابا اوديك في طعوس الخابرها ابا اطقها لين على الدفرنس ما خليك تنزل انت تحفر إيه ونتصل بالاسعاف ونقول تعال اسعفونا إيه؟ ونرقد دي جنب الديبان والعقارب. يا رجل انت ابى افهم انا ودي افك راس بكريشه من هنا اشوف المخ حقه وش مخ مكينة تتسن مصدية والله مخ والله مخ والله المخ الظاهر اني باله بخاخ صدع. احداث اليوم يا حبيبي احداث اليوم طبعا يعطيك الاحداث اول باول سواء رياضيه سواء احداث الامطار اي احداث يعني يعطيك الاخبار الاحداث في نفس اليوم اول باول. السناب ده الجميع يضيفه لانك راح تستفيد منه وتشوف احداث اليوم فيه. تفضل تعال علمهم سالفه الطياره. هذا طال عمرك يوم انه نبي نروح للمغرب جانا اعلان طيب ومعروف اعلان المزرعه حقت زيت ارقام. المهم جاني عرض طيب ودراهم طيبه المهم تشجعت قلت والله اركب الطياره. خبري انت بس على السالفه اخرتها يوم اني اول يوم رحت لحالي. المهم رحت للدكتور حق نفسيه. ايوه قلت انا عندي فوبيا من الطياره وشوف لي حل. قال بعطيك حبه منومه اذا ركبت على الطياره وعلى الكرسي طق الحبه ما تصحى الا في الديره اللي انت تباها. رحت للبيت باقي على رحلتي يومين قلت خلني اجرب الحبوب هذه قبل ما اركب الطياره. جيت في الغرفه حطيت فراشي وحطيت الشواحن عندي وانا اكل الحبه قلت الحين انا في الطياره اي خلني خلنا نسوي بروفة قبل ما نطلع خلنا نشوف إياها تسوي شيء ولا لا. أخذت لي 10 دقائق الوضع كويس ما سويت شيء قلت له ما مضبوط. المهم إني كملت 10 دقائق للبرودة اللي جتني منه من عند رجليني وحاول من ما بتحرك ما أقدر أبي مين أبي نادي ابنياتي نادي ريتاج ريتاج النجد ابى اتحرك ابى اقوم يا ولد ابى افر بس كذا بتكي على المتكة عشان انهض بعمري. حرولتني تعمل حرولتني ولا ريتاج جايه هاي
يا يا ولد شيء جاني لا اله الا الله ابغى هرج ابغى اقوم ما اقدر خلاص. المهم ام العيال جت ما قصتها حرام كنت ايش فيك عاد اعلمها اني اكل الحبوب حقت فوبيا الطيران هذه يا ما تدري ايش السالفه انا وجهي ملتوي والحمى طالع تحس مني في سكرات الموت قبل عاد تاكل حبوب فوبيا الطيران وهي تنطلق عليها اسمع اطرابه صاح انت ولا مجرى بيني بينها زي الضباب عام في شو شتري تاج وشو شتري هال وانا اطيح ودعت الحياه صوروني بالجوال يرجع لسان طالع نهطه يا رجل 8 ساعات صوره جنازه شو طالع يمسكون ملعقه يحطونها على يجيبون ملعقه ذا لان لساني يسد الفم عشان الهواء عشان انفس زين ويحطون ملعقه لساني يمدون كذا يبون يتنفس الله لا يعيدها من حبوب الله لا يعيدها من حبوب. المهم اني صحيت في الليل الجوع ذابحني مين مره الصاله لو والله فيه عشاء شوف في الصحن اذرم حاطين عشان بيتعشون وجاء جاء الهامور ودمدم عشاء يوم جوله صحن ابيض جو عاينه في الصحن ما العشاء ماكو وابو الشباب راقد انا اكلت غسلت ورحت رقدت جني اللي اكل العشاء بس ما يدري شو الكائن الغريب اللي جاء كل العشاء والشباب الشباب منجلب كل وايد يا مرحبا مليون وهلا وسهلا بالحلوين يطعون في بعض ما انتم بحلوين تعال تعال قرب قرب هنا هنا ابكم هبا انت يا رجل تقول اسحب تقول اسحب تقول اسحب لي ناقه ادور الحنان ما طمعت واحد بس يقول لي تعال دور ايش الحنان الحنان بدير وانت بديره ايش جاب الحنان عندك ليش تحطموني ليه ليه هل صحيح ما حطمك ما صحيح انا ليش تحطموني احطمك ليش اروح خلي السياره تصدمني الحين بالله اروح للداري السياره خسرانه ها السياره هي خسرانه شفت والله السياره خسرانه وين جسر معلق لا تكبر هذا هي يا قف فوق الجسر معلق يهده كل ملك لا تروح بس اجي سريع يا ابو سلطان حبيب الكل يا حبيبي يلا حيه الله يبقيك شلونك بخير امورك زينه اهلا وسهلا هذا طبعا شركه نقل لتحليه المياه اي والله شركه نقل لتحليه المياه افضل المعلين عندنا والله العظيم ها والله العظيم ما ودي امدح فيك بسببك ولكن من افضل المعلين انت الله يبيض وجهك علمك طيب علمك طيب وانتم شركه بيض الله وجهك الله يجزاك خير حبيبي افا يا ابو كريشة ابو سلطان ما يصير الكلام هذا ابو سلطان والله هو نعمه سبعه عام رجال اليوم كلها في وجهك وفي قفاك تستاهل الطيب والعلوم الطيب لكن حنا اللي يجلس جنبنا اللي يجلس جنبنا عاد لازم نتحملكم ها لازم نتحملكم صحيح صحيح كلام صحيح كلام صحيح يعني ترى من اليوم من اليوم يقول ابو كريشة وقاعد يهرج عليك وانا والله ما لي دخل في الموضوع الوضع حساس لف الكاميرا يما ابشر والله بس تعرف بلا لفه عطنا لف يما وجهه تكون فلتر انت انبسطت يوم جاتك على الجرح ها وجهك هذا تقول فرق فيه دقيقه هذه متفق انا تعال 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 ابشر والله بس تعال انت وين ساكن؟ قريب وين 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 ساكن؟ قريب وين؟ يعني في الشارع مو صالحك ترى لا تعلم والله مو صالحك ايش هذا؟ لا عادي اذا انا اسالك وين ساكن؟ يعني ساكن هنا احنا في الشارع هذا البلش يوم تدخل بين اثنين ما تدري وش نغزاك كل واحد يعطيك نغز الحالة انا بسالك وين ساكن احس اني جاوبت لا عادي يعني بيت يعني عادي انت ساكن هنا جنبنا صح قريب هنا يعني بيتكم ها اجل بيتهم عندكم في البيت عندكم في البيت غوري
عندكم في البيت يد النجم؟ ما تعامل شادي حنا لا تخبر. ما قلت بلس. أنا بس أسألك عشان أشوف أنتم عايشين زينا يعني في البيت. أوادم بالخير يا مغاد ترى كلنا يعني. أي بس أشوف يعني عندكم يد النجر عندكم قوطة عندكم طماط زينا يعني. اسمه قوطة قوطة. بطوشي قوطة. قوطة طماط يعني. أي عندكم اسمه طماط. عندكم صلصة. علم الرجال علم الرجال يا ابن الحلال. أنتم عندكم في بيتكم درج داخلي مدور كذا. تجي وانت عادي كذا وانت مستعجل مر تاخذ لك عدس تمشي تقول تاخرت على الدوام هذا من نسويها احنا ناخذ العدس باصبعك وانت مستعجل تاخذ لك العطر تطلع تركب سيارتك سوونا عندكم انتم ولا كيف انتم محبه زيتون صح مشكله هاي كم اضحك ضايع انت عدس ولا فول يعني عندنا حلاوة طحينية حلاوة شعر يعني أنت ما قد شفت زيتون يعني ولا ويش يعني في نوع الزيتون عندكم يختلف عندنا احنا الزيتون اللي عندنا أسود وانتم احنا أسود أسود وش فيك تطالع فينا انت علامك ما نصدق كذا قاعد احاول استوعب انكم تقعدون الصباح تاكلون زيتون وتاخذون حبه على الماش وانت طالعين بصورك بكره صورك بيتنا وبيتهم اوريك طال عمرك شيء ما قد شفته مره بل اسالك بالله عندكم درج داخلي بيتنا ايه الدرج الداخلي اللي عندكم وين موقع في البيت ورا البيت وين في المجلس ما دخل بيتك انت يا اخي لا تفضحنا لو تفشلنا يا اخي يقول في مكان ثاني في البيت ما يجي في المجلس لا لا ما يجي الدرجه الداخلي يجي في صحيح ايه في ملحق الملحق ما اخذ شيء جاب الدرج عنده فششنا يا ولد لا تفشل انتم عندكم ولا ما عندكم قل له فسيب اللي ورا البيت ايه فسيب ايه عندك فراغ طايح ورا أقص يدي إذا ما طلع بيتكم دور أرضي حتى دور ثاني ما فيه تكفى اللي أنت بيتكم الدرج مع الصالة أي والله ما الصالة ها والله العظيم ما الصالة مع الصالة أي والله بالله عليك أصلاً. عندكم في الصالة وردة إحنا عندنا خلا هذا عندهن خلا في الصالة رجال ما مصدق رجال يطقطق ما مصدق والله ما نصدق والله صدق ما نصدق يعني ما قد شفت صاله فيها نخله لا عندكم بيتكم فيه بلكونه لمك فكيت الباب تلقى القدور والقزوز ناطل فيها بتدشينكم هذا مو بلكونه حاطين البلكونه مخزن ايش بلاك انت تراك من اليوم احنا ترى نطالع فيكم وش فيك طايح بين اثنين واحد ثبت والثاني شوت بس هذا اللي بعده يا اخي يوم ما صدق انت ما قد شفت انخلا في وسط صاله ايش فيك انت ما شفتها ها ما شفتها احنا عندنا الخلا بس بعد سلج يا رجال وش فيه هرج يا رجال طقطق يا ود عم الصاله انتم صح اعرف ان عندكم ورود وحركات في الصاله عندكم شلال طيب انا بقول لهم حاجه عندنا ما هب عندكم يا وش عندكم بمقلط شجره حبري عندكم صالة النساء شجرة لوز داخل بستان ما يدخل بيته أنا حديقة عندكم مساند في البيت مساند لا عندنا مكان كنب ها ما في أي مسند في البيت مرة في المجلس بس في المجلس كويس ممتاز رح للمجلس عندكم في البيت وافتح واحد من المساند طيب بتلقى لك لا رفعت سحبت المرتبه كذا تلقى طعمك علكه لاصقه في الجدار ولا حلاوه واحد بنشان بها ورد ورا المخده ولا يبارز فيك استغفر الله تلقى له خبوس ميت ما
قد مرت عليك الحاجات هذه. انا اشوفك كثير اعلام قام الرجال انا منصه رانت الله هذا ليش اسمع ليش اسمعهم صبح اشهار هذا اعلام 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 تعال تعال يا شباب يا اخوان اخر سؤال تعال اخر سؤال بس سؤال يعني ما يعني بسالكم الباب حقكم اذا جيت تحرق يقول عانوا على الديدسن ابو درج داخلي شركة نقي لتحلية المياه ورهم هنا ورهم هنا ورهم طرف الزاوية اها خذ موتر كبك ولد انت عطيتني موترك وانا اضعتك موتر يا ابن الحلال امسح معك عندي حل عندي لكم حل تعال عندي لكم انت بلجي وش يقول قلت يقول عطني دورة بالديدسن بس ايوه واخذ موتري لا المفروض انك انت تاخذ دوره وتعطيها الديدسن بالضبط بشرط منتهي يا ولد بشرط حتى خلاص يا اخي وش الفرق بينه وبين سياره اعطيك الفرق شوف الفرق بين هذه وبين هذه ايه هاي طبعا فلترنا المويه من هنا خربانه هنا يعني هذه زي مويه نقي بالضبط شركه نقي ايه؟ تسحب المويه الخربانه وتطلعها صافيه هاركبر الله يرحم والديك ايوه فهمت فاهم انا وياك يلا تبي ودك افضل كلمه عندي طيب ممكن تدخلني الفلتر حقك لا ما دخلت الفلتر وجهي ولا عرفت ولا تعرفني وانت من الطريق ولا من الطريق